هنا اهو. انت يا عم ارميه في الارضيه هنا. البلد ما فيهاش حوم دي. انا عاش كبير. انا اوريك الكبير مين. اوريك البلد فيها كبير ولا ما فيهاش. راس مين. البلد ما فيهاش كبير. انا اوريك الكبير مين. انا بضربه عشان هو قال كلام انفلاتي وتصرف تصرف غير مسؤول. انا البلد ملهاش كبير. انا اوري البلد كليه ليها كبير ولا ملهاش كبير. ليها عمده ولا ما فيهاش. اللي ملوش كبير يتضرب على بطني على بغيتوني. واللي ملوش ده ينفخ في الزبادي. انا الكبير بتاع البلد دي. حد في البلد دي شايف ان ملهاش كبير؟ حد له وجهه نظر؟ ايه؟ حد قول حد. انت يا علي انت يا جيزم يا بهاي ليه كبير ولا ملهاش يا علي؟ ليه؟ ليه على اذنك لله؟ قال ليه سقفوله سقفوله سقف ياض التوفيق سقف يا علي سقف يا سقف يا علي على الطبله يا علي. هو يعني يا جناب العمده يعني بعد اذنك يعني هو حسان كان عمل ايه عشان ينهان كده وسط الخلق هو والست بتاعته؟ انت مالك انت؟ انت تهرس خالص. انا مالي ازاي يا عمده ده انا واكل معاها عش ومال. اسكت يا انت. امشي غور. جاكوا البلاوي. ليه الافتراء ده يا حتمان؟ الافتراء وحش. هما ما يجوش غير بكده. بلك انت اني لو تطيت هيركبوا. ما هو لازم أن يكون في وقفه بقى يا عم الشيخ محمود. ولا ده كمان محتاج دليل وشهود؟ ده فضل يضرب في حسان ومراته من غير رحمه وعلى عين الناس كلها ولا كان همه حد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا نروح له ونطربقها على دماغه. استنى انت بس. البلد دي بقت واقعه ما بين عثمان وجبروته وبين ابو العلا والحربيه مراته دي. هما الاثنين بيبيعوا ويشتروا في اعراض اهل البلد وكمان انضاروا على اراضيها وخيرها. وبعدها النبي يا عم الشيخ محمود انت راجل عارف ربنا ولا يمكن ترضى باللي بيحصل ده ابدا. شو رأي نعمل ايه؟ ما احنا لازم نعمل حاجه. لما نلبس تروح بقى على راي اللي قال ولا نسيب البلد ونطفش. يا حكمتك يا حكمتك وجمالك يا رب. شوفوا شوفوا رب العزه قال ايه. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ربنا يمد للظالم ويسيب ويظلم عشان نهايته تبقى قاسية قد ما ظلم. بس إذا كان رب القوة والجبروت بيمد ويمهل احنا كمان لازم نسمع ونتروى. ما نروحش كده من باب ونص ونشابط ونهيج الدنيا على العمدة ونعملوا لنا حاجة طايشة مثلا. احنا لسه هنسمع منه وهنتحدث وياه. نسمع ايه ونتروى يا عم الشيخ؟ بقول لك والناس دي تقول لك ده كان مدور الضرب والسحل في حسان ومراته في الوصعيه كده بره الحجز وبره الديوان. ده كان عامد متعمد يفرجنا على خيبتنا القويه. ده ما خلاش حد في البلد الا لما زلوا قهر وكان حقه. والله لو ما شفتوش حل معاه لنولع فيه وفضار ونولع في البلد كلتها كمان. ادام ما فيهاش فايده بقى يا جماعه. الكلام يبقى بالراحه كده حبه. ما تخلوش الحماسه تاخدكم قبل ما تحسبوها. حسبوها كيه؟ حسبوها كيه يا لملوم باشا؟ شوفوا العمده عثمان ليها على الناس النصيحه. فان لم يتعظ وجب على كل فرد في البلد دي انه يجاهد ويوقف وشه ويقول له لا. خير الشهداء حمزه ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. صدق رسول الله صلوات الله عليه. عليه الصلاة والسلام. يسلم فمك يا شيخ محمود. عايزين نبطل خبا يا رجالة. صح الكلام ده. بس اللي يستجروا ويعملوا كده قليلين قوي. يا راجل لا ما تقولش كده. الحق دايما ناسه كتار كتار. لو يهشوا الليل راح تفرج بالنهار. احنا كلنا حنقف في وش الظلم والظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو الشيخ محمود؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه يا شيخ عيسى. أحب على إيدك يا ست فاطمي والنبي تخليه يسيبه. هو إيه بس اللي حصل يا بنت ما تفهميني؟ العمدة خد حسان جوزي على الحجز. يا لهوي
وضربه بالكرباج لما هرجت تيته وضربني انا كمان. ليه كده بس؟ عمل ايه اللي ينصف على عمره ده؟ والنبي يا اختي ما عمل له حاجه، ده خرج يجيب لنا فطار انا وهو والعيال، ولما غاب سالت عليه الغفير كامل قال لي العمده خدوه على الحجز. عشان ايه بقى؟ مش عشان حاجه. والنبي يا ست فاطمه ابوس على ايدك والنبي. يا بت بس يا بت انا هشوف صرفه خلاص، هدي نفسك كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روحي يا حنان على بيتك يا بت. أهلا وسهلا. ندمنا العمدة يا فاطمة، عايزينه في كلمتين. إيه إيه؟ إيه اللمة دي؟ عايزين إيه؟ الناس عايزة تعرف وتفهم اللي حصل مع حسان ومراته ده كان ليه يا عمدة؟ ناس مين يا أخوي؟ وبعدين دي مسألة أمنية بحت، يعني محدش له دخل بيه. يا راجل لا، أمنية بحت تيه. حسان بقي خطر على الأمن. أه والله. حسان الغلبان خطر على الامن يا حلاوه يا اولاد. انت قعدت تخرس انت خالص. بعدين يا محمود انت جاي تعلمني شغلي. العفو يا ابوي، ما قلناش كده يا عتماء. يا حضره العمده، تهمه حسان ايه بالظبط؟ تاني؟ وبعدين انت بتسال ليه؟ انت نفسك يعني دخلك ايه بموضوع زي ده؟ ولما من الرجاله دول ودخل عليا هنا وبتسالني السؤالات دي ليه؟ انت يعني كمان غاوي مشاكل ولا ايه؟ بلاش من كلام الشيخ عيسى، اسمع مننا يا عثمان. وانا لسه هسمع منك يا ابوي. لازم تسمع، لازم تسمع وتفهم. البلد فاض بيها خلاص يا عثمان، والناس طهقت من حياتها. باقي قشايه صغنطره وتدمدم فوق دماغك. ما تدمدم فوق دماغك ودماغ اللي جابوك، وتسود عليكم كلكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولي حاجه يا فاطمه، قولي حاجة لجوزك ده. أني؟ أيوه أنتي. ولا أنتي حسان اللي كان ياما حاجة على عيالك ورعاهم، ما بقيش يهمك خلاص يا فاطمة. أني؟ وأني إيش فهمناني في شغل العمودية؟ عثمان هنا هو العمد، يعني هو القانون، ولا أنتوا يعني عايزينها من غير لا ظبط ولا ربط؟ وبعدين اللي يعملوا العمدة ما واجبش حد يراجعه فيه. والله عالي يا فاطمة، الكلام ده. يا سمعتها اهي قالت لك ارتاح. بقول لك ايه يا اخوي، تعالى اما اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك، واللي مش عاجبه كلامك يا اخوي يبقى يروح يشرب من البحر. نشرب من البحر، نشربه يا ابوي من البحر، ونستحمله ميه المالحه. لكن لما حنقدروش نستحملوه ولا البلد راح تستحمله، عمايلك يا عثمان ولازم تلزم حدك عاد. الزم انت حدك واتكلم على قدك. انت بتكلم العمده قال ملوش لازمه الكلام معاه، مفيش فايده خلاص. يعني وبعدين يعني انت تخرس خالص، ما اسمعش حسك. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره، يلا خد الحاجز دول وغور على بره، يلا وعيبرات اللي قاعدين معانا يلا بره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا مولاي يلا غور، قد غورك ده اخوك كلكم. ازاي ملوش لازمه يا حسان؟ ما انت عارف كل حاجة، اسمع كلامي. أنا مش هسكت، ولازم أعرف الضلالي ده راميني هنا ليه؟ إيه إيه؟ هو أنا فتحتك ولا إيه؟ ألا هتقعد تجعر وتزعق تاني؟ أنا ورايا بيت وعيال صغيرين، أنت يا عمدة راميني هنا ليه؟ عايز أخرج لهم. خلاص خلاص، أديك زعقت شوية، سيبني بقى ألف سجارة، إلهي يعمر بيتك. أنت يا غفير يا زفت أنت. نعم يا حضرة العمدة. أنت وقفت السير معاه؟ الكلب ده لو صوته طلع تاني تحط له بلغه في بقه وتخرسه بيها. حاضر. انت لمين هنا ليه؟ والله بقالك صوت يا حسان، وبقيت بتزعق وبتتكلم، بس الحق مش عليه، الحق عليا انا وعلى طيبه قلبي. انا لو كنت خليتهم حبسوك بتهمه ضياع سلاحك الميري كنت عرفت ان الله حق. انا عارف ربنا كويس وعارف انه حق، الدور والباقي اللي ما يعرفش ربنا من الاصل. تقصد مين يا هلا؟ انا قصدي اقصدك انت. ايوه انا خلاص ما عادش يهمني وما عدتش اخاف منك يا عثمان. عثمان كده اهو من غير لا عمده ولا حاجه ابدا. عمده؟ هو فين العمده دي؟ يعني ماليش عمده والبلد كلها ما فيهاش عمده، ودلوقتي بالاخص هي عمرها اصلا ما كان فيها عمده، دلوقتي بالاخص البلد ما فيهاش عمده يا عثمان. والله بروح عليك يا والي، الولد جالنا الرسمي، البلد ما فيهاش عمده يا ابن العبيط. ايه؟ امال انا بقى ايه؟ خيال مات. ايوه العمده ده اللي يخاف على اهله
ويساعدهم على المعايش، يرعاهم ويعليهم، مش يسرقهم ويمص في دمهم؟ ايوه علمني يا غالي، فهمني يا غالي، نورني، منك مستفيد يا اخويا. انت شايف بقى ان البلد ما فيهاش عمده مش كده؟ ايه انا بقى هوريك البلد فيها عمده ولا ما فيهاش عمده. انت يا غفير يا زفت انت. نعم ايه؟ سامع الهبل اللي بيقوله ابن العبيطه ده؟ تروح دلوقتي بقى تلم لي الغفر كله وتسحب لي الحمار ده على بره وتجيب لي معاه كرباج عشان اوري البلد كلها اذا كان في عمده في البلد دي ولا ما فيش. ماني زيك يا حسان، احنا الاتنين مضروبين ومنضمين زي بعض. هو لو انت بس اللي مضروبين ومنضمين يا كامل، ما البلد كله باهله وناسه، عتمان خلاص طاح في الكل وافترق، ما خلاش فيه لا كبير ولا صغير، ما خلاش الا الكندل دول محاسيبه اللي وليه ليهم وياه مصالح. ستعرف يا علاء كامل، ألي فرحان قوي. اي والله ألي فرحان بالجامد. وايه اللي مفرحك؟ فرحان انني عرفت اقول له الكلمتين اللي كان نفسي اقولهم له طول عمري. عرفت اقول له يا ضلالي يا اللي ما تخافش ربوني، انا زي ما يكون كنت مسجون وخرجت من سجني، انا بقيت حر نفسي يا ولي، انا روحي ردت فيا. ده انا بقالي سنين وسنين شايل الحمل ده في ظهري واخيرا ارتحت منه. بس مش حاسس في نفسك الحاجة واحدة. ايه اللي حاسس في نفسك يا حسان؟ حنان، البنت حنان انضربت بالجامد قوي، دي غلبالي. منك لله يا عتمان، منك لله.